خير أمة، والأمة المراد بها الجماعة، خير أمة أخرجت للناس. شوف قال للناس، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها، وإنما يتعدى للناس بالدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد. ما يكفي أن الإنسان يتعلم ويعمل في نفسه ويترك الآخرين، بل لا بد أن ينشر الدعوة وينشر العلم، ينشر الخير ويدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون عضوا عاملا في مجتمع المسلمين. نعم، أخرجت للناس، ما أخرجوا لأنفسهم فقط، إنما أخرجهم الله للناس. نعم.